to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Farida. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا فريدة. سنة حلوة يا جميل. يلا يلا يلا. كل سنة وأنت طيبة يا فريدة. كل سنة وأنت طيبة يا عمرايا. معلش بقى يا يوسف. ما لحقتش البس لبس عيد الميلاد. معلش ولا يما. هو عيد الميلاد بقى ليه لبس يا فتحي؟ طبعا يشرفك انت في عيد الميلاد. لايك. بس تري شيك بصراحه يا فتحي. انا لبسي كله اونلاين. هو باين. بس وانا بحمل النت فصل فتلاقي لبس قطعه ولبس التاني قطعه تانيه، ده من متجر وده من متجر تاني. متجر قال لكم متجر متجر. كل يا فتحي كل. انت هفتان كل يا بابا. ايه يا روحي؟ انا مبسوطه قوي انك عملت لي عيد ميلاد. يا روحي يا روحي، ده انا اللي طاير ان انت موجوده معايا النهارده يا خلاصي. كل سنه وانت فرحان بيها يا حبيبي. ربنا يخليك ليا يا ست الكل. انت ايه يا عطيه؟ بتتفق من ورايا ولا ايه؟ بتعملي اتفاقات من ورايا؟ مش عشانك، عشان خاطر القمر فريده حبيبه التيتا. فين هديتي بقى؟ ايوه ايه هديتك؟ هديتك هنا يا بابي. اهي هديتك اهي. اه يا بابي انا كان نفسي فيها قوي. ايه ده، انت هتلعبي بيها لوحدك ولا ايه؟ مين هيلعب معاكي؟ تيتا. حبيبه تيتا يا قلب تيتا. خلاص بقى حفظتي اسامينا؟ اه. يلا قولي. عم حماده وطنط نهى وعم فتحي. شطوره. استني بس، دي بتقولي يا طنط. لا احنا اتفقنا ايه؟ نهى بس من غير طنط. حاضر يا طنط. ده بقى ممكن تقولوا له ده فتحي. لا ايه ده، ايه اوعي تقولي الكلام ده. قولي يا ده فتحي. البنت ايه؟ اوعي تقولي كده. انت ممكن ما تنديش عليه خالص. انا شايف ان هي ممكن تقول لي يا. يا ايه؟ يا بس. يا نادي. قول يا فتحي كل. تعالي بقى نلعب مع بعض. احنا بقى احنا بقى نلعب مع بعض بقى. يلا يلا بقى نلعب سبت حد. يلا نلعب سبت حد. انا بجد يا ليلى مش لاقي كلام اقوله لك. لا ما تقولش حاجه خالص. ما قلتش حاجه ايه بس؟ انت رديتي لي روحي النهارده. يعني حاجة بسيطة كده زي الحاجات اللي انت بتعملها معايا. قولي لي بس، انت اقنعتي هايدي ازاي انها تسيب لك فريدة تجيبها لي؟ اتكلمت معاها. انت عارف بقى الستات بيفهموا بعض. بس في الاول وفي الاخر هي ام ويهمها مصلحة بنتها. وانا بقى قصدت اخلي ده محور كلامنا. انا عمري ما شفت فريدة فرحانة كده. هتفرح اكتر لو عرفت اني اقنعت هايدي ان انت وفريدة ممكن تشوفوا بعض في اي وقت وقد ما انتوا عايزين. ايه ده؟ انت بتقولي ايه ازاي؟ ليلى انا بجد مش عارف اقول لك ايه. انا مبسوط قوي. مبسوط اكتر كمان ان احنا وصلنا ان احنا قصدي نكون صحاب قوي كده يعني. انا كمان. قولي لي بس، انت عرفتي منين ان فريده بتحب الدبدوب ده بالذات؟ اتكلمت معاها واحنا جايين في الطريق وحكيت لي قد ايه هي بتموت في اليونيكورنز. بس قمت سايباها مع نوها ورحت بسرعه اشتريت وجيت. بس انا كنت متاكده انك مش هتلحق تجيب حاجه. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.